السلام عليكم يا أحلى شباب في مصر. طبعا كلكم حالتكم النفسية تعبانة شوية من الأخبار اللي جات من السودان النهاردة، إن السودان ما هياش عايزة حل عسكري. أنتوا زي ما أنتوا شايفين السودان يوم تقول آه ويوم تقول لأ. مشكلة السودان إنها منقسمة لثلاث أجزاء، يعني البرهاني عايز اللي هو عنده جيش نظامي عايز يحارب وعايز يضرب السد وعايز يرجع بني شنقول لأنها أراضي سودانية بعد ما أثيوبيا اختلت بمعاهدة 1902. المشكلة بقى أن البرهاني هو الوحيد اللي بيخاف على السودان، هو الوحيد اللي عنده ضمير وعنده انتماء للبلد. لكن تروح بقى حمدوك ده عميل بريطاني إسرائيلي عايز يدمر السودان، حمدتي طمعان، يعني حمدتي طمعان يبقى هو بيحكم السودان. يعني البرهاني يعني في مشاكل، يعني كل واحد ما بين البرهاني ما بيفكرش في انه يعني يبقى رئيس السودان او حاجه زي كده، هو كل فيها انه عايز يحارب يدمر السد ويرجع بني شنقول. المشكله بقى ايه؟ ان حمدتي خايف يشترك مع البرهاني فاسم البرهاني يكبر فالبرهاني ينتشر اكتر وحمدتي يقل، وفي نفس الوقت وحمدوك عميل اسرائيلي بريطاني ما يهموش السودان اصلا. فهي دي مشكله السودان، والوضع ده حصل بسبب تدخل امريكا في السودان. امريكا واسرائيل لسه يعني بيتنفسوا النفس الاخير، لسه عندهم امل انهم يضغطوا على السيسي في انه يتنازل عن قطعة من سيناء ويعمر ويخلي الفلسطينيين اللي في غزة يتنقلوا فيها. يعني الضربة الفلسطينية لغزة كان الهدف بتاعها ان الغزاوية يتنقلوا من غزة، الفلسطينية يتنقلوا من غزة لسيناء. يعني هو ده كان الهدف، ولو ده حصل كان نتنياهو هينتخبوه مرة تانية. فالسيسي رفض الموضوع ده، السيسي رفض انه ينقل الفلسطينيه من غزه لسيناء، وده المخطط الامريكي الاسرائيلي اللي هيفضل في دماغهم واللي مش عايزين يتنازلوا عنه ابدا. وهو ده السبب، سبب رفض السيسي المشي معاهم في المخطط بتاعهم. يعني السيسي وافق يعطوهم المي، ده تفكيري هو، طبعا السيسي ما قاليش الكلام ده، لان انا في تفكيري كان ان السيسي وافق يعطيهم المي في مقابل حل المشكله الفلسطينيه. لكن اسرائيل وامريكا مش مكتفين بالميه، هم عايزين ينقلوا الفلسطينيه من غزه لسيناء، والسيسي رفض الموضوع ده. علشان كده يعني عنده امل، يعني قال لاسرائيل وامريكا، قالت للفصيلين بتوع السودان حمدوك وحمدتي ما يضربوش السد للضغط على مصر. واحنا كمصريين ساعدنا في الموضوع ده، يعني احنا تسببنا في اللي بيحصل ده. ياما انا قلت المفروض النقاش في موضوع السد يكون علنا، الشعب المصري والشعب السوداني يعرفوا خطورة السد. اللي وصل الأمور للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ان في تعتيم إعلامي على أي حاجة خاصة بسد النهضة في مصر وفي السودان. مفيش كلام، الناس في السودان ما يعرفوش قد ايه خطورة السد على السودان، ما يعرفوش. ليه؟ لأن الإعلام بتاعنا ما بيتكلمش، والإعلام بتاعهم بيقول لهم إن السد ده هيخلي السودان تبقى أمريكا في المنطقة. الإعلام بتاعهم بيفهمهم إن السد هينظم ليهم المية، وبدل ما بيزرعوا بيعتمدوا على الأمطار، لا هيكون عندهم مية طول السنة ويزرعوا طول السنة. الإعلام بتاعهم مفهمهم كده، وهو ده ممكن يحصل، بس الكلام ده بعد ما يخسرهم الأربع ولايات المشتركين فيها مع أثيوبيا. يعني ده مش هيحصل ببلاش. لكن طبعا الاعلام ما بيقول لهمش ان اثيوبيا هتاخد الاربع ولايات، الاعلام ما بيقول لهمش ان اثيوبيا عايزه يكون لها ميناء على البحر الاحمر، ما بيتكلموش. هو كل فيها بيقولوا ان السد هيفيدنا، يدينا ميه طول السنه وبالتالي نزرع طول السنه. يعني 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 على طريقه لا تقربوا الصلاه، ما بيقولش القصه كلها، بيقول حاجه بس، بيقول المفيد بس، بيقول الطرف الايجابي بس، ما بيقولش الطرف السالب يعني النيجاتيف. يعني لو كان الإعلام بتاعنا زي ما أنا قلت، لو كانت الحكومة، البرلمان، الإعلام بيتكلموا على السد في التلفزيون كل يوم ويعرفهم الشعب المصري والشعب السوداني خطورة السد، وإن السد ده فيه عيوب. لو الإعلام بتاعنا قال السد فيه عيوب، السد لو أخد متر واحد مية فوق الخمسة اللي فيها هيقع، السد لو وقع هيقتل 20 مليون سوداني. يعني لو الإعلام اتكلم في موضوع السد ده بأمانة قدام العالم كله، كان السودانيين
الشعب السوداني كان هيعرف قد ايه السد خطر عليهم، وكان الشعب السوداني هيضغط على الحكومة السودانية بضرب السد. فهمتوها؟ يعني احنا كمصريين بسبب عدم الكلام في موضوع السد علنا ساعدنا في تضليل الشعب السوداني، وخلينا حمدوك وحمدتي هم اللي يقولوا للسودانيين قد ايه السد مفيد ليهم. يعني عرفتوا ليه انا كنت بقول المفروض يكون في شفافية؟ يطلع لي ناس يقولوا لي لا 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 ما نقدرش نتكلم عن السد وما نقدرش نتكلم على ضرب السد، فاكر لما السادات عمل ضحك على اسرائيل وخداع استراتيجي؟ يا جماعة دي غير دي، دي غير دي، ما فيش انا مش عارف الناس بتفكر ازاي، انا مش عارف الشعب المصري بيفكر ازاي. اسرائيل وضعها غير وضع اثيوبيا، وضع سيناء غير وضع السد. اسرائيل كان لازم خداع استراتيجي لان كان في عندنا قناة السويس عايزين نعديها، كان في خط بارليف عايزين نعديه، كنا محتاجين على الاقل 10 ساعات العدو فيها نايم عشان نعمل الكلام ده، عشان كده كان في خداع استراتيجي. واسرائيل جيش قوي، لكن اثيوبيا ما عندهاش جيش اصلا. تاني حاجة ما ينفعش خداع استراتيجي لاننا لازم اصلا نعرفهم ان احنا هنضرب السد علشان الثلاث شركات الاجنبية اللي في السد يخلوا المنطقة، والا هنقتل 400 اجنبي من الصين ومن فرنسا ومن ايطاليا. فحكاية الخداع الاستراتيجي اللي الناس المصري بتتكلم عنها ده اسمه جهل، اسمحوا لي، ده جهل. يعني بتقارن تفاحة ببرتقانة. انا مش عارف الناس مش قادرين يفهموا الموضوع ده ازاي، مالكم يا مصريين؟ يعني حتى لو كنتوا جهلة، حتى لو مش فاهمين، ما انا بشرح لكم اهو. يعني اللي مش بيفهم ولما حد يشرح له المفروض انه يفهم. في فرق كبير بين حكاية سيناء وحكاية اثيوبيا، بالإضافة إن حتى جيش يعني أثيوبيا عندها جيش، ده احنا المفروض نقول لهم احنا جايين نضربكم دلوقتي وما عندهم حاجة. ده أول ما أثيوبيا تعرف إن في ضربة عسكرية، اسمعوها مني واكتبوها على التلاجة عندكم، هتلاقوا بلاش أبي أحمد، خليها أم أحمد، هتلاقوا أم أحمد هتروح واخدة أم أحمد، هي أبي أحمد بس أنا هقولها من بعد كده، خليها أم أحمد، زي ما هم بيضحكوا علينا احنا نضحك عليهم. هتلاقوا أم أحمد راحت واخدة 20 طيارة اللي عندهم وحطيهم تحت الارض، وواخده 20 طيار اللي عندهم ومدخلهم تحت الارض. انتوا فاكرين لو جت ضربه عسكريه هتبصوا تلاقي الطيارات بتاعه اثيوبيا في الجو بتحاربنا؟ ده هيختفوا تماما، مش هتلاقي ولا طياره ومش هتلاقي ولا دبابه، هتلاقي كله مختفي. ليه؟ لان ابي احمد مش عايز يدمر ال 20 طياره اللي عنده، مش عايز يقتل ال 20 طيار اللي عنده، مش عايز يدمر 400 دبابه اللي عنده، فاهمينها؟ هيخفيهم تمام. يعني يوم اول ما هتقوم ضربة عسكرية مش هيكون في على الحدود غير شويه العيال اللي ابي احمد عايزهم يموتوا اصلا، هم دول اللي هيكونوا على الحدود، شويه قضاء عسكريين اللي ابي احمد عايزهم يموتوا هيحطوهم على الحدود عشان نقتلهم بس. يعني اصلا اثيوبيا ما عندهاش جيش عشان نعمل له خداع استراتيجي، افهموها يا ناس افهموها. هي اثيوبيا مجنونه عشان يغامروا بال20 طياره اللي عندهم؟ ما فكروا شوية، أبوس إيديكم. سبحان الله. الوضع دلوقتي إن السودان مش عايزة تحارب، مع إن السد ده خطر جدا على السودان أكتر من خطرته على مصر. يعني أنا مش عارف إزاي الناس دي مش مهتمة بحياة شعوبها. الحل الوحيد دلوقتي إن الرئيس السيسي يجتمع بالثلاثة السودانيين، البرهاني وحمدوك وحمدتي، يجتمع بيهم الثلاثة ويقول لهم صراحة لو ما ضربناش السد قبل الملء الثاني، وأثيوبيا حطت لها 4 متر مية كمان ولا 5 متر، ممكن تطمع بعد كده وتحط كمان 5 متر. وبس أول ما أثيوبيا حطت 5 متر أو 4 متر يبقى كده السد اتأمن، ما نقدرش نضربه تاني. ليه؟ ضربه هيموت آلاف ملايين من السودانيين. فأول ما أثيوبيا تعرف أن السد اتأمن، ممكن في خلال شهر 7 وشهر 8 ترفع 10 متر كمان. ممكن فعلا لو عايزة أثيوبيا توصل لل 595، ممكن فعلا توصل لل 595. ليه؟ ممكن تبني في نفس الوقت المية بتيجي، ما المية بتيجي على 3 أشهر برضه، هم يبنوا على 3 أشهر، واخدين بالكم؟ يعني يبنوا وعلى ما المباني ينشف تكون مياه جات، ما المياه تيجي بالتدريج، هم برضو بيبنوا بالتدريج. ممكن يحصل ممكن أثيوبيا
توصل السد ده اللي هم عايزينه. ده اذا كان السد يتحمل ال 14 مليار او 18 مليار اذا كان يتحمل، وانا اشك في موضوع التحمل، ولكن ده في ايد اثيوبيا ممكن تعمل كده. طب وبعدين بقى السد ده بقى قنبله؟ السيسي يقول لهم لو سبنا اثيوبيا تملى هيبقى عندها قنبله مائيه. انا دلوقتي موجود وانا ضاغط على الشعب، الشعب بيحبني والشعب بيثق في، الجيش بيحبني والجيش بيثق في، ومش هنضرب. طب مستقبلا هو انا هفضل رئيس مدى الحياه؟ ما هو حسني مبارك قعد 30 سنه رئيس وبعدين اتغير، عبد الناصر قعد شويه رئيس وتغير، السادات رئيس وتغير، مبارك رئيس وتغير، السيسي رئيس وتغير، برضه السيسي هيقعد له 30 سنه على يعني ربنا يديله طول العمر، وبعد ما بعد عمره طويل برضه رئيس هيتغير. يوم السيسي يقول لهم انا مش يعني مش هفضل عايش مدى الحياه، وهيجي يوم من الايام يكون في مصر رئيس، وفي الوقت اللي هيكون في مصر رئيس هيكون النيل نشف. تتخيلوا انتم ان الشعب المصري هيوافق انه يعيش في نيل ناشف وهو عنده جيش اقوى 10 جيوش في العالم؟ يكلمهم كده بصراحه، يقول لهم اللي هيحصل ان الشعب المصري هيطالب الجيش بضرب السد حتى لو هيموت نص السودان، حتى لو السودان كلها ماتت. ما هو بقى ما انا مش هموت، ما هو اللي بيحصل ايه؟ ان السودانيين حاليا هم السبب في عدم ضرب السد حاليا، السودانيين هم السبب. فمستقبلا لما نيجي نضرب السد وهو مليان والسد قتل كل السودانيين، احنا مش ذنبنا كمصريين، لان انتوا دلوقتي اللي منعنا من ضرب السد. والتاريخ واضح، التاريخ باين، يعني 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 التاريخ هيقول ان في سنه 2021 مصر كانت عايزه تضرب السد والسودان رفضت. ف 2050 لما مصر تضرب السد والسد فيه 70 مليار وال 70 مليار يقضوا على بلد اسمها السودان، من حق مصر، لان اصلا مصر عايزه تعيش والسد هيقتل المصريين. فلا يعني قبل ما مصر تنتهي لازم ينهوا السودان، لان السودان هم السبب انهم حطوا مصر في المشكله دي. لازم السيسي يجتمع بهم ويشرح لهم المولده، يعرفهم قد ايه الموضوع خطير. رجعوا لعقلهم وقالوا كلامك صح يا عم يا عم السيسي، ويلا نتحد مع بعض ونحارب، وبعد ما نحتل بني شنقول نحل خلافاتنا بعدين، اهلا وسهلا يا دار ما دخلك شر. نحتل بني شنقول، نفكك السد، نحتل بحيره تانا، وبعدين نعمل قاعده عسكريه في كبيره في زي ما قلت في 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 بني شنقول، ونقسم بني شنقول ما بين مصر وبين السودان، يعني نطمع السودان شويه، نقول لهم هنخلي بني شنقول اراضي مصريه ولكن هنديكم النص واحنا النص، بحيث يكون لنا مكان نزرع فيه لانها الزراعه فيها سهله يعني، واحنا محتاجين اراضي زراعيه. نقول لهم يا جماعه انتوا عيشوا فيها استفيدوا منها، بس محتاجين النص نزرعه، محتاجين نزرع. ممكن نعمل اتفاقات وياهم، المهم نطمعهم في بني شنقول علشان يعني علشان يوافقوا يخشوا معانا الحرب، وفي نفس الوقت يخرجوا من دماغنا موضوع حلايب وشلاتين ده. وافقوا مع الاقتراح ده اهلا وسهلا، ما وافقوش يبقى السيسي يعمل مؤتمر صحفي ويشرح للعالم كله الوضع بحقيقته قدام العالم كله، والكلام ده قبل الملء الثاني، يعني المفروض الكلام ده يحصل فورا، يعني المفروض الكلام ده يحصل فورا قبل الملء الثاني، فاضل له خلاص ايام. يشرح للعالم خطوره الملء الثاني، يقول للعالم كله يعمل مؤتمر صحفي عالمي يقول لهم الملء الثاني ده خطر على مصر وعلى السودان، ولكن خطر على السودان الاول، لان لو ما ضربناش السد دلوقتي هيجي يوم من الايام السد ده هينضرب حتى لو فيه 70 مليار، والسد ده هيقتل كل السودانيين، وانتوا يا سودانيين مسؤولين على ارواحكم. ساعتها صدقني لما الشعب السوداني هيسمعها من الرئيس المصري ان السد الملء الثاني والثالث والرابع خطر على حياه الشعب السوداني، الشعب السوداني هيتظاهر ضد اسمه ايه ده، حمدون، ضد حمدوك وحمدتي، معرفش ايه الاسماء، حمدوك حمدتي، المهم الظاهر على حرف الحاء دول كلهم جواسيس ولا ايه مش فاهم انا. الشعب السوداني هيتظاهر ضد حمدوك وضد حمدتي، وغصب عنهم هيقول لهم روحهم اضربوا لنا السد. بس لازم السيسي نفسه اللي يعمل مؤتمر صحفي عالمي ويبين خطوره السد على السودان مش على مصر. هو السد لما يبقى 70 مليار ويقع، احنا عندنا بحيره السد العالي هنعملها تاخد 300 مليار، يعني هيكون في مكان ياخد ال 70 مليار وياخد ال 60 مليون جثث السودانيين وحيوانات السودانيين. يعني يعني ما هو المايه مش هتيجي لوحدها، المايه هتيجي معاها جثث السودانيين،
يعني بحيره السد هتبقى مليانه بجثث السودانيين وحيوانات السودانيين. لازم الكلام ده يتقال في مؤتمر صحفي علشان الشعب السوداني يعرف قد ايه موضوع السد ده خطير عليه. الانقسام اللي في السودان ده هيأذي السودان قبل ما هيأذي مصر. الجيش المصري هيضرب السد، هيضرب السد حتى لو في 50 مليار، يعني 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 الجيش المصري هيضرب السد، هيضرب السد. ما كانش في عصر السيسي، في عصر غير السيسي، وحتى في عصر السيسي، لانه لان لم اول ما يعني في خلال 10 سنين هتبص تلاقي مية النيل قربت تنشف او نشفت، هتبص تلاقي الشعب المصري عمل ثوره ملهاش نهايه، وقبل ما الثوره دي هتحصل هتلاقي السيسي ضرب السد. ليه؟ لان يعني انتوا فاكرين ان لما الشعب المصري يلاقي النيل بينشف هيقول اوكي نروح بقى نشرب ميه من البحر او ميه المجاري، وهنجيب ميه مجاري منين؟ يعني حتى مش هيكون اصلا في ميه مجاري، ما هو لازم اصلا نشرب ميه ونستحمى بميه عشان يبقى في ميه مجاري، مش هيكون في ميه غير ميه البحر. يعني يعني يا جماعه انا قلت كتير لازم يكون في شفافيه، لازم الناس تعرف. لكن يجي لي ناس يقول لك لا انت عايزهم يكشفوا اسرار، دي خد خداع استراتيجي. ايه الغباء ده؟ ايه الجهل ده؟ طيب نفترض بقى ان السيسي عامل اللي انا الخطوات اللي انا قلتها دي وما جاتش نتيجه، والمطره خلصت، جت المطره مطرت وخلاص، الميه قربت في طريقها لسد النهضه، والسودان مصر على عدم الحرب. ماشي براحتكوا يا سودان، احنا عندنا قاعده عسكريه موجوده في جزيره نوره اللي هي في اريتريا في البحر الاحمر. المسافه من اريتريا من القاعده العسكريه اللي في جزيره نوره للسد 750 كيلومتر رايح جاي 1500، يعني كل الطيارات المصريه تقدر تروح تضرب السد وترجع. يعني مش بس تضرب السد، كل الطيارات اللي في مصر تقدر تدمر اثيوبيا وترجع جزيره نوره تاني اللي في اريتريا. يبقى الحل في الوقت ده ان مصر تستخدم جزيره نوره اللي في اريتريا في ضرب السد وتدمير اثيوبيا كلها. يمكن لما الدول المحيطه باثيوبيا تلاقي مصر دمرتها كلها، كل دوله من كده من اثيوبيا هتضرب، وكل دول المحيطه باثيوبيا من كده من اثيوبيا كلهم. الصومال من كادم لان نهر اشبيلي نشف، كينيا من كادم لان بحيره تركانا على وشك انها تنشف، جنوب السودان مش عايزه تتدخل عامله حياد مع ان عندها مشاكل حدوديه مع 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 اثيوبيا. يعني هتلاقي كل دول هيبداوا يضربهم. وفي الوقت ده لما هتبص تلاقي مصر بدات تضرب، هتلاقي البرهاني دخل يضرب، والسودان ساعتها هيقول لك تعالى يا مصر تعالي اعملي خش بري عندنا على بني شنقول. ساعتها الوضع هيتغير. اول ما الحرب تبدا وكل الدول المحيطه تفضل تضرب، هتلاقي السودان وضعها اتغير ويقول لك تعالى طالما الحرب بدات يلا بقى نرجع بني شنقول. هو يعني يا جماعه مفيش حل غير كده. لكن ان احنا نحط ايدنا على خدنا زي النسوان ونقول السودان مش عايزه تحارب يبقى خلاص نقول لاثيوبيا خلاص يا اثيوبيا اعمل اللي انت عاملاه، ده كان الجيش المصري ينتحر. يا جماعه يا سياده الرئيس فكر في الحاله النفسيه والحاله المعنويه للجيش المصري. الشعب المصري اتخنق. تفتكر لما الجيش المصري لما الضباط والجنود والالويه يروحوا بيوتهم بيسمعوا ايه من نسوانهم ومن ولادهم ومن بناتهم؟ بيسمعوا ايه؟ اللواء من دول يروح البيت يلاقوا مراته بتضرب بالصوت، انتوا مش عايزين تحاربوا ليه؟ الضابط من دول يروح البيت يلاقوا امه بتتخانق معاه، انتوا مش عايزين تحاربوا ليه؟ العسكري من دول يروح البيت يلاقي كل اصحابه اللي في الشارع بيتفوا عليه، انت مش عايز تحارب ليه؟ الجيش المصري في حاله نفسيه سيئه جدا، لان الجيش المصري من الشعب المصري. احنا مش مأجرين جيش مرتزق يا ناس، احنا جيشنا مننا، جيشنا حاسس بالإحساس اللي احنا عايشينه. يعني لو الشعب مخنوق فالجيش هو كمان مخنوق. يا ريس هو انت نسيت؟ ما انت كنت لواء وكنت رئيس جهاز مخابرات ودلوقتي رئيس دولة، يعني فاهم الموضوع. الجيش المصري حاليا مخنوق، وأثيوبيا كل شوية بتطلع لنا لسانها. الشعب مخنوق والجيش مخنوق، يعني زي ما يقول يعني محتاجين شرارة علشان الولع، محتاجين شرارة عشان توصل حريقه قامت في البلد. يا ريس الحق البلد والحق الجيش ودمر السد. الناس وصلت للخلاص للبلعوم. يعني مش عارف اقول ايه اكتر من كده، مش عارف.
وبسمع بعض الناس يتكلموا على مشروع نهر الكونغو ربطه بنهر النيل، ده كلام فاضي، تضييع في فلوس وبدون نتيجة. نهر الكونغو عشان يتربط بنهر النيل عايز له 20 سنة شغل، وعايز له 100 مليار دولار، والله أعلم هكون النتيجة إيه، لأنه هيعدي في وسط دول فيها نزاعات زي اللي موجودة في السودان، اللي موجودة في السودان دلوقتي وجنوب السودان، زي اللي موجودة في أثيوبيا. يعني موضوع نهر الكونغو مش بالبساطة، لو كان بالبساطة دي كانت عمل من زمان. كفاية تضييع فلوس في موضوع نهر الكونغو. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها هي قناة جونجلي، ولا جونجلي اسمها جونجلي، قناة جونجلي دي بتاع جنوب السودان، ودي هتجيب لنا 10 مليار مي. هي دي الحاجة اللي ممكن تنعمل لأن هم عايزينها تتعمل. لكن نهر الكونغو ده ما فيش منه نتيجة، تضييع لفلوس مصر وبس على الفاضي. أسهل حاجة يا جماعة، أسهل حاجة هو حرب أثيوبيا. ده ربنا يا سبحان الله، ده ربنا مسهل لنا كل حاجة. أثيوبيا دولة مفككة فيها حروب أهلية، دولة ضعيفة. أثيوبيا أصلا رفضت معاهدة 1902، تخلت عنها بأنها حطت سد في بني شنقول. بني شنقول أصلا مدينة مكان مصري، أراضي مصرية، باتفاقيات مع أثيوبيا دي أراضي مصرية اديناها لأثيوبيا عشان ما تحطش عليها سد، عملت سد يبقى خلفت الاتفاقية، وأثيوبيا أعلنت للعالم كله إنها مش معترفة بالاتفاقية، يبقى معنى كده إن بني شنقول أراضي مصرية لازم ترجع لمصر. بني شنقول فيها السد ينضرب، بني شنقول فيها بحيرة تانا، بحيرة تانا ترجع لمصر، بحيرة تانا لوحدها تقدر تعطي مصر 100 مليار متر مية كل سنة. ده ربنا مسهل لنا كل حاجة. مش مطلوب غير ان البرلمان المصري يعلن يطالب اثيوبيا علنا بانه عايزين ترجع بني شنقول لمصر. يا اثيوبيين انتوا تخليتوا عن معاهدة 1902، يبقى رجعونا ارض بني شنقول وإلا هناخدها بالقوة. ربنا عطينا كل حاجة، مش ناقص غير ان احنا نروح ناخدها، نقوم نسيب الحاجة اللي قدام مننا، اللي سهلة، اللي ملكنا، اللي ارضنا، واللي مش هتكلفنا كتير، ونروح نعمل نربط الكونغو عشان نربطه بنهر النيل، نقعد 20 سنة نحفر ونصرف 100 مليار دولار. ايه التهريج ده يا ريس؟ الناس اللي حوالين منك لو بيقولوك الكلام ده هيبقى عايزين يؤذوك، ارفضهم كلهم. انا قلتلك الناس اللي حواليك لو اعطوك نصيحة وانت شامم فيها حاجة وحشة، كلهم دول كلهم عملاء اسرائيل، اخلص منهم. واولهم الراجل ده عباس شرائي، ده اولهم عباس شرائي، لازم تخلص منه فورا. اللهم اني اخبرت. تصبحوا على خير. تحيا مصر.